أخبار اليوم. مرشح قائمة في حب مصر، تواجد أعضاء القائمة في جميع أنحاء الجمهورية منذ إنشاء هذه القائمة، وفي تواصل مع جميع الفئات والطبقات وجماهير الجمهورية في مصر العربية، وبنصل اليوم إلى يوم الانتخاب. وفي الحقيقة أن مصر اليوم يعني رسالة للعالم كله أن في مصر حديثة، صورة مشرفة للقيادات، للجيش، للداخلية، للمرشحين، ويعني منظومة. في الحقيقة أنا شايف الانتخابات منظومة من الحب، كلنا في حب مصر.